أهم حاجة في حياتي اللي وقعت هي أنني عرفت المسيح وأنه غير حياتي بزاف، لأنه كانت عندي واحد الماضي اللي بحال كي تنقولوا نكرة، يعني أنت لا شيء. ولكن خلال معرفتي للمسيح عرفت شكون أنا، وخديت الحياة الجديدة اللي هي أنني نخدم الناس ونخدم الله. أنا أسامة، مسيحي مغربي، في عمري 25 سنة، خادم في كنيسة أغابي مراكش. الاسم ديالي سارة، أنا خادمة في كنيسة ديال أغابي جروب مراكش. أنا سيمو، خادم في كنيسة أغابي مراكش. من بعد فاش قبلت يسوع المسيح في الحياة ديالي واخترت أني نخدمه، صار هدفي الوحيد هو أني نوصل رسالة المسيح في كل مكان مشيت لها، نكون صورة حية ليسوع المسيح، صورة حية للإنجيل، صورة حية للمحبة، صورة حية للغفران. التعاليم اللي جا بها يسوع المسيح هي اللي خلت حياتي تقلب ونكون من شخص عظيم فائدة إلى شخص بشر المحبة، وكيتكلم على الحب الإلهي لبني البشر. تعيش واحد الحياة اللي بحال أي أخ مسلم، يعني بحال أي عائلة مسلمة. كنا نتجمعوا على قصص من القرآن، الوالد كان يعطينا تعليمات كثيرة، كنا كنتعلموا أساليب كثيرة كيفاش نتكلموا مع الناس. كنا يعني واحد العائلة اللي مسلمة مزيان، وكنا كان الأب ديالي كان مشد يعني الإسلام بواحد الطريقة اللي كيف ما تنقولوا متشددة بزاف، يعني شد الطريق مزيان، وهذا كان تأثير كبير على حياتي، أن حياتي تكون يعني في هذيك القسوة وفي هذيك داك المرارة، يعني ما تتقبلش أي واحد، يعني ما فيكش المحبة. ولكن معرفتي للمسيح هي اللي وراتني المحبة، وراتني كيفاش نتعامل مع الإخوان الآخرين، كيفاش أنني نحبهم رغم الاختلاف بيناتنا، رغم كل يعني الثقافات المعتقدات. وهذا كان تغيير كبير في حياتي، انني عرفت المسيح وغير حياتي وراني شكون انا، حيت من قبل ما كنتش كنعرف شكون انا. وكنشكر الله بزاف لانه هو الاول قبل باش يجرني لعنده، ماشي انا اللي مشيت عنده، هو اللي جرني عنده. هادي بدا التغيير هادي تقريبا 5 سنين فاش عرفت المسيح. كان واحد الشونجمون كبير في حياتي، حتى في شخصيتي، حتى في حياتي اليومية، كيفاش أنا كنشوف الناس الآخرين. وليت كنتقبل الاختلاف أكثر، ما بقيتش متعصبة للدين ديالي. قبل كنت كنسمع شي حد كيتكلم على الإسلام نقدر نعايرو، نقدر نمشي ندير دي كومونتير فيهم سبان، هذاك الشيء بحال كيف كيوقع لينا حنا دروك. ولكن دابا وليت فاش عرفت المسيح وليت إنسانية أكثر، وليت كنتقبل الاختلاف، وليت كنشوف بلي كل واحد عنده حرية في الاعتقاد. المسلم هو حر في الإسلام ديالو، المسيحي هو حر أنه يكون مسيحي، غير المسيحيين وما أحرار. المسيح علمني التسامح، علمني المحبة، علمني الغفران. من قبل كان شي حد يدير ليا شي حاجة كنبدا نقاد ونصايب باش ننتقم. دابا ولا عندي غفران اكثر. الناس اللي كيجرحوني، الناس اللي كيديروا كيعيروني بالكافره، كاين الناس اللي كيطاردوني بشي يعني مباشره، ولا عندي غفران. فاش قبلت المسيح في الحياه ديالي وليت عرفت الله اللي انا امنت به، وليت كنصلي وكنحس بوجود ديال الاله في الحياه ديالي. ما بقيتش عندي ذاك الخوف من الله، وليت كنحب الله بواحد الدرجه كبيره. ببساطه كنت اعمى والان ابصر. المسيح جاب مفهوم كبير بزاف على الاله، اللي انايا القلب ديالي كيحبو بزاف. اله كيحمل عليه الاثقال ديالي، كيحمل عليه الاتعاب ديالي، كما كيقول وتعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم.
إله مستعد أنه يقبلني بالوسخ ديالي، يعانقني بالوسخ ديالي ويقول لي زيد عندي أولدي أنا كان بيك. جاب مفهوم المحبة الحقيقية. كنت أنا فاش كنت مسلم خاصني نحب خويا المسلم ونبغض الكافر، هذا الشيء اللي كان بني عليه الإيمان ديالي في الماضي. ولكن المسيح قال سمعت من قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينكم، صلوا من أجل الذين يضطهدونكم. ما كاين شيء إيمان في العالم كيعلم أنه نحب العدو ديالي، لأن المحبة في الأخير كتنتصر. شكون هو المحبة؟ المحبة هو الإله بنفسه. في الحقيقة أنا كنت عارف ردة الفعل ديالو من الأول، وما أنه غادي يكون ضيء وغادي يتقبلوا الأمر. ولكن أنا في النهار فاش قبلت المسيح أنا شاركت، يعني شاركت العائلة ديالتي بالإيمان ديالي، وهما ما عجبوش الحال بزاف، بحيث أنهم رموا لي حوايجي، كانت الأخت ديالي وكان بزاف العائلة وهذا، ورموا لي حوايجي على برا، قالوا لي مابقاش ترجع لنا. ولكن واخا هكاك الوالدة ديالتي كان يعني تحننات وردت لي حوايج للدار، تقول دابا عيتي تفلا عيتي تفلا عيتي غدر دابا يرجع. ولكن هما ما عرفوش بأنه الله هو غير قلبي من الداخل، يعني شي حاجة ما يمكنش تغير، ماشي شي حاجة مرئية اللي أي واحد يقدر يغيرها. وهادشي خدا وقت طويل أنني نعتاد على الصراعات اللي تيكونوا في داخل المنزل، من خلال الهضرة مع أخوتي، من خلال الهضرة مع الأم ديالي. وواحد الحدث اللي كان أثر عليا بزاف، يعني في لحظة الإيمان ديالي كانت قاسية بزاف، بحيث أن الأب ديالي توفى بمرض السرطان. ولكن أنا كنت عارف بأن هذه هي خطة الله الحياة ديالي، يعني مش أنني أنا نكون في الحياة الأبدية ونخلص عائلتي كلها، عرفت أنها خطة الله. وهذا الشيء خدا وقت دا هو باش ترجع الشفاءات النفسية والروحية. ويعني من بعد يعني من بعد الأوقات اللي تاع الإيمان ديالي كنت كنجي للدار، ويعني شي حاجة مضحكة بزاف هو أنه كنكون نهز مثلا تيتحيا شي توصيل ولا كنبغي ندير شي حاجة وما كتصدقش ليا، كنتفاجئ بانه كيقولوا يعني رد الفعل تاع الام ديالي كتقول لي حيتاش انت كافر داكشي علاش وقع لك هكا، حيتاش انت كافر داكشي علاش طاح لك التوصيل. وهذا كان مضحك بزاف، يعني ولكن من خلال الصلاه ومن خلال الصبر الله غير حياتي واعطاني عائله جديده اللي هي في المسيح، ولقيت المحبه من جديد، ولقيت الحنان، ولقيت يعني الناس اللي كيهتموا الامر ديالك اكثر ما كيهتموا بالنفس ديالهم. وهذا ساعد بزاف انني نفرح يعني بالوضعيه اللي فيها انا، واعطاني الشفاء. يعني كيف ما اي واحد ممكن يوقع ليه انك عائلتك كتلقى منهم انهم كيقولوا لك ما باقيش تجي عندنا، ما باقيش تدخل علينا، ما تهزش لينا ولادنا، ما تبوسهمش، يعني شي حاجه اللي صعيبه بزاف. ولكن ديما الله كتكون عنده خطه احسن انه كيبدل حياتك، بصح كيبدل حياتك. وانا كنشكر الله بزاف على هادشي اللي دار في حياتي. اول صعوبات اللي دوزت في القبول ديالي في الايمان هما العائله. الاب ديالي تعامل معايا تعامل مزيانش، الاخ ديالي انقلب عليا، صحابي هما العائله تعامل معايا بطرق ما مزياناش، بعنصريه، وعانيت من رفض، وعانيت من المشاكل. حتى في الدراسة طردت من المدرسة، طردت من البيت، الأصدقاء ديالي توما تخلاو عليا. وهادشي كامل كنت حاسس بأنه غادي يوقع، كنت حاسس أنه هادشي كامل غادي يوقع فاش آمنت بالمسيح، حيت عرفت الجو اللي أنا كنت عايش فيه، يعني صعيب بزاف. التغيير اللي طرا ليا في هادشي كامل، أول حاجة عرفت بالله أنه خاصني طالما آمنت بواحد الإيمان خاصني ندافع عليه، والفكرة اللي تبنيتها أني خاصني نواجه الجميع حتى لو كان العائلة ديالي. وهذه ماشي مجرد فكرة، هذه مش مجرد إيمان، هذا يسوع المسيح بمثابة الأب ديالي، الأخ ديالي، الصديق ديالي، اللي غيرني بزاف
شفت تعامل كبير بحياتي معه، غيرني بزاف. عرفت أنه أنا ماشي شخص عادي، استعملني بزاف ديال الحوايج، وبديت كنشوف أسامة القديم، يعني أسامة اللي كان عايش كمسلم، وأسامة اللي عايش دابا كمسيحي. الرب كيخدم في حياتي بزاف، وأنا كنشوف هذا التغيير، يعني من لا شيء الأسامة كينتج، أسامة كيتكلم، أسامة كيخدم على إيمانه، كيخدم من أجل نشر الكلمة في المحيط اللي هو عايش فيه. لقيت المسيح متناسب مع الفكر ديالي لشكون هو الله، ذاك الإله اللي محبة، الإله اللي كيغفر، الإله اللي كيحبنا بالخطايا ديالنا، بالذنوب ديالنا، بكيف ما كنا. ذاك الإله اللي ما كيقولكش كره هذا وحب هذا، الإله اللي كيقولك تبغي كاع الناس كيف ما كانوا، الإله اللي ما كيكرهش الإنسان ولكن كيكره الخطية. هادشي كامل خلاني نتعلق بشخصية ديال المسيح في الأول ونآمن به كإله من بعد. علاش المسيح؟ حيت المسيح هو اللي عطانا الخلاص، كيف ما كيقول المسيح في الكتاب المقدس أن إرادة الله أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعني الخطة ديال الله أننا كاملين تعطانا الخلاص، هو اللي تعلق على الصليب باش يغفر الخطايا ديالنا. ماشي أنا اللي اخترت المسيح، المسيح هو اللي اختارني. أنا كنت كنقول بلي مستحيل أنني غنولي مسيحية شي نهار، كنت كنضحك على المسيحيين، كنقول بلي هما كيعبدوا ثلاثة الآلهة، ولكن من بعد المسيح اختارني، عطاني المحبة وراني اشنا هي المحبة، وراني شكون هو الإله.